وبعد سواقه 5 ساعات ونص وصلنا اخيرا من القاهره لشرم الشيخ. الفندق اللي احنا موجودين فيه هو فندق انفارس بلو، الفنادق الاربع نجوم اللي موجوده في شرم الشيخ. فخلينا في رقم الاول غرفه وبعد كده نشوف الفندق ايه اللي موجود فيه. الغرفه اللي احنا موجودين فيها هي غرفه دبل لشخصين. اول ما بتخش غرفه بتلاحظ انها واسعه شويه، الغرفه هنا مطلع على البحر على طول. اغلب الفنادق الاربع نجوم اللي موجوده في شرم الشيخ غالبا بتبقى صف تاني او اللي هي فيها اكوا بارك ما بيبقاش ليها شط، غالبا مش بتبقى على البحر مباشره. هنا في انفارس بلو انت تقدر انت تحجز غرفه دبل تشوف البحر بالشكل اللي انت شايفه دوت. الحاجه الثانيه ان الفندق هنا ليه اكسس على اكوا بارك، يعني انت مش مجرد ان انت بتسكن في الفندق بس، انت تقدر ان انت تروح الاكوا بارك في اي وقت. هنا المكان اللي بتحط عليه الشنطه بتاعتك، تفتح الشنطه تطلع منها اللي انت عايزه، يعني ده المكان بتاع الشنط. تعال نشوف ايه اللي موجود هنا ثاني. طبعا في هنا كاتل وفي هنا شاي وسكر، وطبعا الشاشه مش كبيره قوي بس يعني بتأدي الغرض. السرير شكلها مريح نوعا ما، خلينا نجرب مع بعض السرير. يعني السرير شكلها لطيف. لا حلو والله مريح. المخده جامده جدا على فكره، يعني المخده 10 من 10 والمرتبه 9 من 10. تعال نشوف مع بعض الفيو. طبعا انت يعني الفيو لو انتوا زي ما انتم ملاحظين ان هو يعني فيو بانوراما، شايف البحر كله بشكل كامل، وعلى الشط فيه زي بار. البار دوت ده تقدر انت تشرب فيه اي حاجه طول الوقت لحد وقت الغروب، فده هنشوفه بره. الشط هنا بتاع الفندق هو شط صخري، ده ليه مميزات شويه ان هو تقدر انت تعمل سنوركلينج، تتفرج على السمك، تشوف انواع مختلفه صغيره من السمك وكده انت على الشط. على عايز برضه تخش جوه شويه فتقدر تعمل اللي انت عايزه. تعالوا مع بعض نشوف الحمام. الحمام بسيط خالص، فكره الطابع الرخامي تقدر تلاحظها في كل التصميم بتاع الحمام. وطبعا بقى هنا في الشامبو وشاور جيل وكونديشنر باسم الفندق اللي هو انفارس، مقبره انفارس هوتيل، تلاقيها موجوده كده. يعني حمام بسيط في كل حاجه بسيطه سهله، ما فيهوش اي كلام كتير. برضو هنا في الشاور كابن، انت لو عايز تاخد دش او حاجه، ومقفوله معزوله عن الميه، ان انت لو جوه بتقفل الباب مفيش ميه المفروض انها تخرج بره، فده بيساعد افضل انك الحمام ما يبقاش فيه ميه كتير والدنيا تبقى سلسه كده. اتفرجنا على غرفه، تعالوا مع بعض نشوف بقيه الفندق. بكل سهوله ان انت تنزل من الفندق بتاعك، تعدي الطريق الناحيه الثانيه، تمشي تقريبا دقيقتين لحد ما توصل للاكوا بارك. الاكوا بارك بقى المفروض هناك فيها 5 العاب بتفتح تقريبا من الساعه 10 لحد وقت الغروب. فكره لطيفه ان انت يبقى عندك الاوبشن دوت وانت نازل الفندق 4 نجوم، يبقى ليك اكسس على الشط واكسس على الاكوا بارك. احنا موجودين هنا في فندق انفارس اكوا بارك، الفندق المقابل لفندق انفارس بلو. هنا انت ليك اكسس على الاكوا بارك. الاكوا بارك هنا بتفتح من 10 الصبح تقريبا حوالي الساعه 5 لحد الغروب. في هنا تقريبا حوالي 5 العاب، فالناس هنا بتقضي وقت حلو جدا ومبسوطه وسعيده، والاجواء هنا رائعه. المكان اللي احنا موجودين فيه هو المكان اللي فيه البول، المنطقه الرئيسيه بتاعه الفندق، البول الرئيسي بتاع الفندق. في كمان دايفنج سنتر موجود هنا، لو انت عايز بقى تعمل دايفنج او سنوركلينج او رحلات بحريه في اي حته في اي وقت، تقدر انت تحجز هنا عن طريق الدايفنج سنتر اي رحله انت عايزها. وهنا طبعا البول بار بيفتح من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 12 بالليل، تيجي تشرب اللي انت عايزه في اي وقت وتقضيها براحتك. من الحاجات الجميله جدا وانت موجود على الشط ان في مكان تقدر انت تطلب فيه بيتزا، بحيث مثلا لو انت مكسل ان انت تروح المطعم، ففي ان انت تاخد سناك بيتزا او مثلا فاكهه او اي حاجه سريعه وتكمل قاعد على البحر عادي لحد الغروب او لحد زي ما انت عايز. مش بس اللي موجود بيتزا، برضه موجود فيه رز وبطاطس وتشيكن وينجز وسمك فيليه، اللي هي حاجات بسيطه انها تقدر انها تسندك مثلا لو انت مش عايز ان انت تتغدى غدا تقيل. يعني هو ده فكره اول انكلوسيف اصلا، سواء في شرم الشيخ او الغردقه، ان هو يعدد لك الاختيارات طول وقت اقامتك بحيث ان انت تبقى مستريح طول الوقت. شفنا مع بعض الاكوا بارك، تعالوا مع بعض بقى نشوف الجيم والسبا. الفكره ان الفندق هنا فيه جيم بيفضل فاتح لحد الساعه 6 المغرب، في سبا برضه، فيه كل حاجه، ساونا وستيم ومساج. الجيم فري، السبا اكسترا تشارج. بعد ما اكتشفنا تقريبا كل حاجه موجوده في الفندق، فجه وقت الاكل، فتعالوا مع بعض نكتشف ايه اللي موجود على العشاء النهارده. الحاجات الجميله بقى اللي بتلاحظها اول ما تخش المطعم هنا هو المكان بتاع الاطفال. يعني اول ما دخلت المطعم في ركن خاص للاطفال، ترابيزات صغيره، في كرتون شغال، وكمان مش كده وبس، في ركن خاص ليهم، يعني الحاجات الصغيره بتاعت الاطفال زي السلطات والمكرونه والبطاطس، اللي هي الحاجات المميزه عند الاطفال او الحاجات اللي اغلب الاطفال بتحب انها تجربها. طبعا بالنسبه للمطعم 4 نجوم، فانا اعتقد ان هي كل حاجه موجوده هنا. شفت حواوشي، شفت شاورما، في لحمه، في فراخ، في تنوع رهيب. وكمان الحلو بالنسبه للحلو برده في خيارات متعدده، يعني انت مثلا لو انت عايز حاجات غربي موجوده، وبرده بالنسبه للناس اللي هي بتدور على حاجات صحيه مثلا كل حاجه برده موجوده. والتنوع في السلطات برضو رهيب، يعني هم عندهم انواع كتير جدا من السلطات. فمن قبل ما انا اجرب، فانا اعتقد ان لحد دلوقتي هم عاملين تنوع كويس، والناس اللي بتدور على حاجات مختلفه فمش هتتعب، يعني هتلاقي في عندها خيارات انها تجرب اكتر من حاجه. احنا جبنا اكتر من حاجه عشان نجربهم، ففي هنا عندهم الاستيشن اللي احنا شفناه بتاع الفته ده كان شكله رهيب، فكان لازم ان احنا نجرب. وكمان جبنا مكرونه بالريحان، وجبنا شويه محشي وشاورما وجلاش، وفي ليله كبيره قوي. خلينا كده ندوق ونجرب مع بعض. مين يا مان؟ نجرب كده مع اللحمه.
اللحمه تحس انها مستويه جدا طريه خالص بتدوب في البق. فالتسويه بتاعت الفته والفته اجمالا اديها 9 من 10 يعني جامده جدا. الحاجات الثانيه اللي احنا جبناها هي مكرونه بالريحان والجبنه. حلو فيها بقى ان هو بيجهزها لك بيحط لك الريحان طازه ريحان فريش مش ريحان يعني اللي هو ناشف او ريحان اللي هو البيستو لا ريحان فريش طازه. فده كان شيء لطيف. خلينا نجرب مع بعض. بس ده شكل المكرونه برضو ايه ظريف شكلها ظريف 100 100 مكرونه 100 100. الناس اللي تفهم في المكرونه ازاي بتتعمل صح طعم الريحان واضح قوي 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 والجبنه محليه الموضوع فانت طعم المكرونه بيرقص في بقك طعم المكرونه خيال عليها شطه مش عايز حاجه تانية. واحنا داخلين كان في برده شاورما بتتجهز في سيخ كده جبنا برده منها عشان ندوق شاورما ظريف يعني الشاورما معموله بشكل حلو التتبيله بتاعتها كويسه مستويه صح. اخر حاجه معانا هي المحشي طبعا عشان في مطعم بص هنخرب امه اسيبني من الشكر اكله بايديا عالمي محشي عالمي مستوي صح في سن شطه انا بحب الاكل المشطشط شويه المحشي فاجئني صراحه. لا اجمالا الاكل تجربه الاكل بالنسبه لي هنا هي 9 من 10. كده شفنا تقريبا كل حاجه موجوده في الفندق جربنا الاكل بتاعهم كانت تجربه الفندق 4 نجوم مميزه في شرم الشيخ. بالنسبه لطريقه الحجز هنا فانا تواصلت مع الفندق قدرت ان انا اجيب خصم لحد ان هو يحجز او ينزل هنا. هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في الوصف بتاع الفيديو. سعره هو 1500 جنيه لغرفه الدبل للشخصين اقامه شامله فطار وغدا وعشاء ومشروبات. بالنسبه لي اعتقد ده سعر مميز جدا يعني فكره ان انت تبقى نازل بالسعر ده في شرم الشيخ اعتقد السعر الاصلي الفندق ممكن يكون زائد 10% او 15% تقريبا. ف 1500 فردين في شرم الشيخ اقامه شامله اعتقد سعر مناسب جدا. فندق 4 نجوم بيتمتع بكل المميزات. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. كده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.